10 جرام من المكون السحري اللي معانا دوت، وبيسموه باسم تاني يا جماعة اللي هو الذهب الأصفر. 10 جرام منه كفيلة إن هي بتساوي بقى بتعالج السكر وبتخفضه بصورة ملحوظة جدا. يبقى 10 جرام هتنزل لك سكرك وتظبط لك مستوى السكر في الدم وهتقلله. طب ايه اللي معانا دي وايه الطريقة وازاي نستخدمها وكل الكلام ده هقوله لكم في الفيديو، بس يا ريت تنزلوا تعملوا اشتراك وتعملوا لايك للفيديو ده عشان نوصله لاعلى ناس وكله يستفيد بيه، وما تنسوناش باللايك والشير والدعوة. طب ايه اول حاجة معانا؟ هما الاتنين واحد دوت عبارة عن حلبة مطحونة او حلبة الحبوب عادي ما فيش مشكلة، بس انا بحب استخدم الحلبة المطحونة. دي حلبة مطحونة بتشتريها من عند العطار، تقولي له انا عايزة حلبة. ايه فوائد بقى الحلبة لمريض السكر وازاي 10 جرام والطريقة ايه اللي انا استخدمها عشان اظبط واعالج السكر؟ اول حاجة الحلبة اصلا كان ليها اسم تاني اسمه الحلبة، وهو اسم اصلا هيروغليفي لي معروف بالايه، باسمه حاجة اسمها فريقة وحليب وقذيفة، ليه اسامي غريبة جدا في صعيد مصر بيسموها بالحياجة. تمام، لقوا في دراسات كتير اتعملت عليه، لقوا ان ليه فوائد كتير جدا وتوصلوا ان هو ليه فوائد وخصوصا للناس اللي بيعانوا من السكر. في ايه فوائد الحلبة لمرضى السكر؟ هي فوائد كتير جدا جدا يا جماعة ولا تعد ولا تحصى، هنقول لكم على اهمها وايه الطريقة اللي بتستخدمها. بتقلل معدل السكر في الدم، وان تناول مرضى السكر للحلبة بيعمل على ضبط السكر في الدم وبيخليه تحت السيطرة. أهم كلمة تحت السيطرة. لقوا إن لما تتناولي من 5 ل10 جرام من الحلبة بشكل يومي بيقلل السكر في الدم بشكل فعال، وبتحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ودي بتبطئ عملية امتصاص السكر في الدم، السكر عموما، فبتقلله في الدم. يبقى الالياف اللي فيها حلوه قوي في عمليه ايه، تقليل امتصاص السكر. في كتير قوي من الدراسات استخدمت الحلبه ولقوها بعد استخدامها نجحت في مرضى السكر. بامكان الناس اللي عندهم نوع تاني من السكر يضيفوا 15 جرام الحلبه المطحونه ديت في وجبة الطعام المريض. يبقى النوع التاني بينصحوا في الدراسات اللي اتعملت ان هم يضيفوا 15 جرام في وجبة طعام اللي عنده سكر. يبقى لو هتاكل وجبة معينة حط فيها 15 جرام في اليوم. فلقوا الدراسة دي كويسة جدا، لقوا ان في انخفاض في معدل السكر في اخر ايه وجبة تناولها المريض اللي كان حاطط اصلا ايه 15 جرام من الحلبة عليها. طب الناس اللي عندهم تاريخ مرضي عائلي لمرض السكر دوت بينصحهم بالحرص على تناول كمية كافية من الحلبة عشان يحموهم. يعني بمعنى ايه، العيلة كلها عندها سكر او قرايبي عندهم سكر، فانا عايز احمي نفسي، فانت تاكل حلبة، تبدأ بقى تاخد الحلبة. ليه؟ لقوا الدراسات ان هي بتقي من مرض السكر، مش بس علاج، لا ده وقاية. طب ايه فوائدها تاني؟ بتحسن عملية التمثيل الغذائي. لقوا بعض الدراسات ان هي بذور الحلبة من الممكن ان هي بتحسن عملية التنظيم الغذائي والايض، ولذلك ان هي اصلا عملية التمثيل الغذائي دي يا جماعة منخفضة عند مريض السكر، فانا عايزة ازودها اللي هو معدل الحرق، يعني انك تاكل والاكل ما بتستفدش بيه لان عملية التمثيل الغذائي منخفضة عند مريض السكر، اللي بيعليها ويزودها الحلبة. تمام، فبالتالي انك لو انت ظبطت معدل الحرق ده هتظبط عندك معدل السكر. تمام، مش بس كده، لا ده احنا في اول فيديو قلنا فيها عناصر غذائيه زي حمض الفوليك وغيره، فبالتالي هتحميك من فقر الدم لان فيها كمان نسبه عاليه من الحديد، ودي بتحمي مرضى السكر بان هم ما يجيلهمش فقر دم وانيميا. تمام، وده طيب ازاي ناخدها؟ سؤال مهم، ازاي اخد الحلبة؟ ناس كتير بيقولوا لي خدها بحبوب، خدها مطحون. ممكن اخدها حبوب خام او مطحونة. طيب ليه اخدها مطحونة وممكن اضيفها لحاجات تانية؟ عشان مرارتها بس.
بصوا، هي اكتر حاجه بتاثر في الحلبه وبتقلل قيمتها حرارة الغذائيه، زي ايه؟ اكتر ماده، اكتر حاجه بتاثر في الحلبه وبتبوظ لك القيمه الغذائيه بتاعتها. طيب الطريقه التانية بقى، احنا ممكن ناخدها حبوب، ممكن ناخدها مطحونه، ممكن ناخدها مغليه، او اكلها خضره، في حلبه خضره كده ممكن تجيبوها وتاكلوها. دي الطريقه. طيب المسحوق بقى، الحلبه المطحونه برضو هل ليها برضو نفس الفوائد؟ طبعا. بتعمل ايه بقى؟ بتقلل لك مستوى سكر في الدم، وبتساعد على تعزيز الجلوكوز، وبتخفض مستوى الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL والشحوم والدهون الثلاثيه. ليها استخدامات طبيه كتير وفوائد صحيه كتير على فكره. وبذور الحلبه غنيه بفيتامينات B1 B2 B3 B6 وحمض الفوليك وفيتامين سي، بتحتوي على معادن زي البوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم. السيلينيوم ده رافع المناعة على فكرة، والزنك. لقوا ان الناس لما بيستخدموها على المدى البعيد بتنظم لهم الدهون، بتخلصهم من دهون اصلا. اللي لو عندك دهون متخزنة في في الكرش في البطن، الحلبة لقوها بتنظم للناس اللي خدوها على ايه، على مستوى بعيد. مش بس كده، لقوها ان هي بتعالج حموضة المعدة ومشاكل القولون. ازاي؟ ان الناس بيجيبوا حبوب وياكلوها ويمضغوها وبياخدوها مع الكمون، بيفيد تناولها في عملية تسهيل عملية الايه، الهضم، وبيخلصك من الامساك والايه ومشاكل عسر الهضم. بتعالج القولون العصبي. ازاي؟ ازاي استخدمه للقولون العصبي؟ هتجيبي معلقة صغيرة من بذورها، اللي هي تاخدي معلقه صغيره من المطحون بتاعها دي، وتحطيها في كوب ميه وتغليها، وبعد كده تصفيها وتشربيها على الريق مره واحده في اليوم، هتعالج لك القولون العصبي. يبقى المطحونه معلقه واحده وعلى الريق هتظبط لك القولون العصبي. بتعالج البرد على فكره، وبتقيكي من امراض البرد، وبتعالج السعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وغيره. بتفيد في علاج الحمى وارتفاع درجة الحرارة، وخصوصا لو خدتيها مع عسل أو عصير ليمون. بتعالج السعال. ازاي استخدمها للسعال بقى؟ انك هتضيفي معلقة كبيرة من الحلبة المطحونة لكوب مية مغلي، وتسيبيها لمدة 10 دقايق، وتصفيها برضو وتاخديها، بس المرة دي مش هتاخديها مرة واحدة، هتاخديها 3 مرات في اليوم. يبقى مرة واحدة لو عندك قولون عصبي، 3 مرات لو عندك مشاكل سعال. تمام. بعد كده مهمة في علاج الروماتيزم وبتهدئة الأعصاب، بتحمي الجهاز العصبي من الأمراض المختلفة. طيب ازاي هستخدمها للروماتيزم؟ هتاخدي برضو الحلبة المطحونة، بس هنا هنحطها مع الثوم وزيت السمسم، تمام، وتدلكي بيها الأماكن اللي فيها روماتيزم. يبقى تاخدي حلبة مطحونة مع ثوم وزيت سمسم، وتحطيها على الاماكن اللي فيها روماتيزم. خلوا بالكوا ايه اضرار الحلبة. اضرار الحلبة هي بتأثر على الجنين، خاصة عند استخدامها في الشهور الاولى من الحمل. ليه؟ لانها بتعمل سيلان في الدم. يبقى ممنوعة لو ست حامل في الشهور الاولى من الحمل، لانها بتسبب سيلان في الدم. ممنوع استخدامها، او بينصح بعدم استخدامها للناس اللي بياخدوا انواع من هرمونات الغدة الدرقية، بدلينا انها بتغير في توازن في الاشكال الهرمون. يعني انت بتاخدي هرمونات للغده الدرقيه او علاج للغده الدرقيه، الحلبه بتبوظ شغلها. فبالتالي يعني نصيحه، يعني بسالي الطبيب بتاعك انك تستخدميها ولا لا، وهو اللي هينصحك طبعا بالطريقه وكم مره في اليوم وغيره. يبقى كده خدنا فوائد الحلبه للمريض السكري وللناس العاديه خالص، وهتحميك من ايه، وتظبط لك ايه، وتعالج لك ايه، وبننصحكم ازاي بتستخدموها. كل نوع، كل حاجة، او كل علاج، كل مرض ليه طريقة معينة، تمام، في طريقة الاستخدام وكم مرة. فيا بقى لو استفدتوا ما تنسوش تدعمونا. وعلى فكرة انا عاملة وصفات كتير قوي من الحلبة دي، بس ضايفاها لمكونات تانية. عملت بيها مثلا، حطيتها مع الحمص المطحون، حطيتها مع الكمون، حاجات كتير جدا حطيتها مع الكزبرة، جابت نتيجة كويسة. فخشوا على القناة هتلاقوا وصفات كتير قوي للسكر، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، عشان اكيد انتوا ما بيوصلكوش كل جديدنا. عشان يوصلكم كل جديدنا تفعلوا زر الجرس، واي فيديو هينزل هتلاقوه انتوا اول ناس شافتوه. شكرا ليكم، وشكرا على دعمكم لينا وثقتكم فينا، وما تنسوناش بدعواتكم. شكرا لكم.